خوتنا، شي بدل اللي كامل تعرفوه اللي جاي ناصر في ميريد هود في مباراة غينيا الاستوائية والجزائر، الضربة اللي فات داروا فيه بالكانات خوتنا، راه وصل لهم ميساج والله انا نوافقه في الرأي نتاعو، اسمع مليح واش يقول وما تنساش دير جيم كومنتار وتخلي الاشتراك، اتفرج تشوف الفيديو. انا كي قلت لك جزائري مفكر في وطني، هول وطن هول بر هاكيف قاعد لي في المتيجة يا قاعد لي في الجزائر وفي وهرنا وداير الوزن يكل منيكشا استعقلون على الشيطان وصنع راجل وصلت لي سراني نهضر في الغابه شوفوا الغابه خضر هنا راني قاعد فوق هذه هي قلت لك ندوروا 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 لاكريطه وربي يحفظنا وهي كيف هيا ربي يحفظكم يا شعب الجزائر نوضوا يا دوك تو عندن هذوك باكا كم مخنسين فما صنعوا رجل هالحزمه تاعي كروني متحزم هنا الجزائر مفكر في وطني دروسك انك لحملك بكلاب راكي بايت تجيحيتو غيابيتو وغادي نروحوا هنايا وتندموا غادي تروحوا هنايا وانتم غادي تندموا والله تخلصوها غالي انا نشامها اهبج العالم كاع بلا بناده وانا تخنس لي ما عطاوناش ما داروناش كاع بغيتو في السيباي واش رايكم خاوتنا في الرد نتاعو على الاشخاص اللي تاروا فيه بالكانات في استاد ميلود هدفي بوهران واش رايكم خاوتي في الهضره تاعو كتبوا لنا في التعليقات خاوتنا